ومن العلامات الصغرى للساعة أن تصدق رؤيا المؤمن. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: معناه أن هذه الرؤيا إذا رآها في منامه تقع كما هي، لا تحتاج إلى تفسير. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وفي لفظ البخاري قال: فإن النبوة لا تكذب. متى يكون هذا؟ قال بعض العلماء: يكون في زمن عيسى. لما؟ لأن الدين في زمن عيسى يظهر، فيكون من في زمن عيسى يكونون أصدق الناس حديثا. وقال بعض العلماء هو محتمل أنه متى ما كثرت الفتن وقل العلم الشرعي وظهر الفسق والفجور وقل أهل الإيمان أتت الرؤيا للمؤمن تؤنسه. ويدل لذلك ما عند مسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم. وهذا من لطف الله عز وجل بالمؤمن. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوحى إليه كان يؤنس بالرؤيا الصادقة.